قلنا بأن نعمة الفتح المبين أو فتح الحديبية وهي باسمها سورة الفتح، والفتح إذا أطلق شرعا أو عند الصحابة يقصد به فتح الحديبية. فيما بعد صار الفتح يراد به فتح مكة، عام الفتح صار فتح مكة، لا في القرآن هو فتح الحديبية. وفتح مكة فتح بلا شك، لكن الفتح المبين الذي دخل الناس إلى الإسلام أفواجا هو فتح الحديبية وليس فتح مكة. فتح مكة دخل 2000 من الطلقاء، فتح الحديبية دخل 10,000 في الإسلام، تمام. فعلى كل حال هذه من الأشياء التي طبعا لها أسباب سياسية، تأخير الفتح من فتح الحديبية إلى فتح مكة، ومن قبل فتحه وقاتل يوظف على فتح مكة، هذا له توظيف، يظهر له توظيف سياسي حتى تأجيل، يعني تأخير الفتح إلى أكبر قدر ممكن. وقريش لها يعني هي ترغب أن تمدح في الفتح هذا. على كل حال موضوع يعني هذا كله موضوع ظني يحتاج إلى بحث، بعض التأملات نذكرها قبل التحقق منها. على كل حال إذن فنعمة فتح الحديبية أدخلت الناس في الإسلام، أمن الناس، تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام لأعداء خطرين جدا في خيبر كانوا يتجمعون ويكيدون، وقد سبقوا أن حاربوا ودعموا قريشا في بدر وفي أحد وفي الخندق، ثم بعد ذلك أجلاهم النبي بقية، أجل بقيتهم بني قريظة، وأجل قبل بني النضير وبني قينقاع، والحسد في اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام حسد أصيل، لأنهم يرون أنهم أولى وأنه يجب أن يكون النبي منهم، وأنهم دنيا. ليس كل أصحاب الدين يبحثون عن الدين، أحيانا يبحثوا عن الدين من أجل الدنيا، وهذا ملاحظ. وإذا أتى من لا يرون مصلحتهم معه يميلون إلى غيره، أو يحارب الشيطان، يحرض على العداء والبغضاء للنور أي نور أصلي، أي نور له اتصال بالله لا بد أن يجمع عليها الشيطان الأعداء من كل صوب. حتى أهل الكتاب، كلمة السواء كانت تكفي أهل الكتاب، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولكن أبدا يعادون ويتحالفون مع الأبعد، وهم الوثنيون من كفار قريش من العرب، يتحالفون معهم ويغيرون، ينكرون علامات النبي من أجلهم، ويكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله. فكانوا قد تجمعوا في خيبر، فوعد الله نبيه والمسلمين بأن من نتائج هذا الفتح فتح خيبر والحصول على مغانم. طبعا الناحية الاقتصادية، الناحية الاقتصادية ضرورية جدا للمجتمع الناشئ، ولكن لا يؤخذ شيء، لا يؤخذ مال بظلم. عندك أعداء حقيقيين، هم يجوز لك أموالهم، نخيلهم، أرضهم، مزارعهم، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين. هذه طبعا خاصة في الأزمنة المتقدمة، كان الحرب يشرع فيها الاستيلاء على الأموال، فهذه المغانم موعودون، هو لا يقاتل إلا معتدين. هؤلاء المعتدين عقوبة لهم لا بد أن يزالوا عن أرضهم، أو يبقون يعملون فيها وهذا هو الواقع. بقي اليهود يعملون في أراضيهم على قسمة معينة، لهم كذا وللمسلمين كذا. واستغنى المسلمون بعد خيبر، وبدأ الناس يلتحقون، خاصة بعد خيبر وهي في العام السابع، رغبت الأعراب الذين لم يكونوا قد أسلموا من قبل كبني سليم وبني أسد. أنا آسف، في الحلقة الماضية ذكرت بني سليم بني أسد، المفترض أن الأعراب الذين قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا هم الأعراب جنوب المدينة كأسلم أو جنوب وشرق، لكن غير بني سليم وبني أسد، كان بنو مزينة وأسلم وغفار وجهينة وهكذا، يعني وأشجع
هذه الأعراب نعم كانوا قد أسلموا قبل الحديبية وهم المعاتبون. وأما بنو سليم وبنو أسد وطيء وبنو تميم هذا بعد الحديبية، وشاركوا في فتح مكة. على كل حال،